استقالتي بحطها بتصرف فخامة الرئيس وكل اللبنانيين. بكلمات مقتضبة أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة نزولا عند رغبة الشارع المحتقن منذ أسبوعين بعد سلسلة إصلاحات لم يرى فيها المحتجون أي تغيير. وتعد الاستقالة بحسب محللين انتصارا للمحتجين الذين رفعوا أصواتهم منددين بالفساد. مطلعون على الشأن اللبناني قالوا إن المحتجين لن يقتنعوا بهذه الخطوة رغم أهميتها، فهم خرجوا منادين برحيل كل رموز النظام الطائفي الذي قامت عليه البلاد منذ عشرات السنين. سياسيون وباحثون أشاروا إلى أن الاستقالة شكلت ضربة لحزب الله وأمينه العام حسن نصر الله الذي قال إنه لا يؤيد استقالة الحكومة باعتبار أنها لن تحل المشاكل وستؤدي إلى فوضى وفراغ سياسي، حيث يعتبر نصر الله التركيبة الحالية خط الدفاع الأول عن مشروعه الممتد من طهران إلى بيروت. وسبق أن حكمت لبنان حكومات تسيير الأعمال لفترات طويلة مثل ما حدث مع حكومة نجيب ميقاتي عام 2013، وبحسب محللين فإن هنالك شبه كبير وغاية واحدة بين احتجاجات لبنان والعراق الذي يهتف أهله من بغداد إلى بيروت: ثورة واحدة لا تموت.